بدأوا عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يوجه رسالة خاصة لجبيرة بعد رحيله عن الفريق. ودأ فريق الرجاء الرياضي الظهير الأيسر عبد الجليل جبيرة بعد ما تأكد رحيله عن النسور خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وجه الرجاء رسالة وداع لجبيرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. جاء فيها: شكرا عبد الجليل جبيرة على كل ما قدمته لنادينا، كل التوفيق في حياتك المهنية. ولعب جبيرة في صفوف الرجاء لمدة 8 مواسم رياضية، إذ انضم لي خلال فترة الانتقالات الصيفية الموسم 2014-2015 قادما لي من كوكب مراكوشي. باكيتا يطالب الحسنية بحسم صفقة مهاجم الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر، كيواصل فريق حسنية أكادير مفاوضاته لضم اللاعب حميد حداد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد انتهاء عقده مع فريق الرجاء الرياضي. ووضحت عدة منابر أن المدرب الجديد لحسنية أكادير البرازيلي ماركوس باكيتا كيشدد على مسؤولي الفريق السوسي بضرورة انتداب اللاعب حداد. وتابعت نفس المنابر أن رئيس الفريق سيدينو جالس وكيل اللاعب حداد من أجل مناقشة مدة العقد وقيمته، غير أن هذا الأخير مازال ما جابش على العرض لحدود الساعة. ويشال أن حسنية أكادير حسن الحدود اللحظة صفقة أيوب الأخضر اللي كان اسمه مرتبط كذلك بفريق الرجاء. غايا مرباح يعود للرجاء بعد غياب عن التدريب. وشهدت تدريب فريق الرجاء الرياضي مشاركة الحارس غايا مرباح بعد ما غاب على أول حصة تدريبية للنسور الاثنين الماضي. وتغيب الحارس مرباح على تدريب نسور الخضر بسبب سفره للجزائر عقب انتهاء الموسم الكروي. وكان الحارس غايا تحصل على رخصة خاصة من إدارة النادي للتأخر على الالتحاق بالتدريب في قضاء عطلته السنوية مع أسرته. ونال الحارس غايا مرباح احترام جماهير الرجاء الرياضي بعد ما أبان على مستوى متميز خلال المباريات اللي حرص خلالها أري الفريق على مستوى مباريات البطولة الوطنية. يشهد أن فريق الرجاء استأنف تحضيراته للموسم الكروي المقبل الاثنين الماضي تحت قيادة تونسي فوزير بن زرتي، مع أن العديد من اللاعبين كيغيبوا على التدريب بحكم المنادات عليهم للمنتخبات الوطنية. المغرب الفاسي يتقدم بعرض للرجاء لضم احد لاعبي الاجانب. وفي تفاصيل الخبر، تقدم فريق المغرب الرياضي الفاسي بطلب الحصول على خدمات لاعب كونغولي والبلجيكي الجنسيه بنيبا دي بانغا مهاجم فريق الرجاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ووضحت جريده الاخبار ان الفريق الاخضر وافق على طلب المغرب الفاسي مع شراء تسريح اللاعب على سبيل الاعاره فقط. وتابع نفس المنبر ان المغرب الفاسي ما ردش بعد على شرط الرجاء في ظل استبعاد فكره استعاره اللاعبين لكونه كيطمح لتكوين فريق ثابت بهدف المنافسه مستقبلا على الالقاب. يشال ان فريق الرجاء قرر اعاره مجموعه من اللاعبين الموسم المقبل على غير الحسين الرحيمي محمد نعيم واسامه سكحان بالاضافه لمعاد مجتهد. 780 مليون سنتيم قيمة صفقة الرجاء الجديدة. وفي تفاصيل الخبر، أعلن عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي على حسم صفقة الدولي الجزائري عبد الرؤوف بن غيت خلال الميركاتو الصيفي الجاري. اللاعب بن غيت وقع لمدة 3 سنوات مع النسور الخضر بحيث غيحصل في السنة الأولى على منحة مالية كتقدر ب 250 مليون سنتيم، فيما غيحصل في السنة الثانية على 260 مليون سنتيم و 270 مليون في السنة الثالثة، أي ما كيعادل 780 مليون سنتيم في 3 سنوات. وقال رئيس فريق الرجاء عزيز البدراوي عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: الدولي الجزائري عبد الرؤوف بن غيت يلتحق في القلعه الخضراء، رحبوا به وديما ديما رجاء، وما نساوش باقي العطيطي. محسن متولي يستحضر غوارديولا ومورينيو بعد نهايه مسيرته مع الرجاء. واستحضر محسن متولي تصريح بيب غوارديولا في حقهم اللي كان المدرب الاسباني كيشرف على تدريب بايرن ميونخ الالماني على هامش نهائي كاس العالم الانديه اللي جمع هذا الاخير بفريق الرجاء. وقام متولي بنشر تصريح غوارديولا ملي تغنى الاخير بعميد الرجاء سابقا ووصفه بنقطه قوه الفريق الاخضر. وجات هذه الخطوه من متولي بعد ما شارك مع محبيه لحظات الوداع اثر نهايه عقده مع فريق الام الرجاء الرياضي وعدم رغبه الاداره الحاليه شخص الرئيس عزيز الدراوي الجديد عقده لسنوات مقبلة. وإلى جانب استحضاره لتصريح غوارديولا، نشر أيضا متولي صورة لرفقة جوزي مورينيو على هامش مباراة الرجاء ضد أيس روما الإيطالي. وتفاعل متولي مع لحظات الوداع بأبرز لقطاته مع الفريق الأخضر في مختلف المناسبات، وكتبقى أهمها ديربي البطولة العربية المعروف بديربي الريمونتادا واللي عرف تألق كبير لمحسن متولي. لاعب رجاوي باريس ينتقل الى الدوري الفرنسي. واكد جريده الاخبار ان زكريا الوردي توصل اتفاق رسمي مع احد الانديه الفرنسيه اللي كتنشط بالدرجه الثانيه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووضح نفس المصدر ان اللاعب الرجاوي السابق غينتقل لاحد الفرق الفرنسيه بدايه من الموسم الكروي المقبل. وكانت اداره الرجاء فشلت في التواصل مع زكريا الوردي من اجل فتح باب المفاوضات رفقته بهدف جديد عقده لانتهاء مثل الموسم الماضي. وكان البدراوي اكد ان اعضاء اللجنه التقنيه للرجاء حاولوا الاتصال بزكريا الوردي، غير ان الاخير
غلق هاتفه لعدم رغبته في التواصل معهم بسبب تصريح كان أدلابي عزيز بدراوي رئيس النادي. وكان رئيس الرجاء أكد من خلال تصريح رسمي سابق أدلابي منتصف شهر يوليوز الماضي استحالة عودة زكريا الوردي لحم قميص الفريق الأخضر مستقبلا بداعي عدم احترامه للنادي بعدما تخلف على خوض مباراة ديربي كأس العرش ضد الغريم وشدد على أنه مبقاتش عنده مكانة في الفريق خلال الفترة المقبلة. وشدد نفس المصدر أن البدراوي شرط اعتذار اللاعب للجماهير الرجاوية من خلال شريط مصور قبل جديد عقده في الرجاء. يذكر أن الوردي تعرض لسيل من الانتقادات بعدما رفض المشاركة في مباراة ديربي كأس العرش ومباراة المغرب الفاسي لحساب جولة 30 من البطولة بحيث فضل السفر من أجل توقيع الفريق بورتو غالي قبل ما يقرر التراجع عن انضمام ليه بسبب العرض المالي الهزيل. لاعب رجاوي يرفض إعارته إلى نادي الزمامرة. وأكد مسؤول بفريق الرجاء أن إدارة النادي كترغب في إعارة محمد سوبول خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة بحيث كانت وصلت بعرض من فريق نادي الزمامرة كيخص محمد سوبول، غير أن هذا الأخير رفض الانتقال لفريق الدكالي على سبيل الإعارة. كجدر الإشارة لأن محمد سوبول ما شاركش مباريات كثيرة مع الرجاء خلال الموسم الرياضي الماضي بحيث كان كيتناوب على مركز الظهير الأيسر وفقا تكون محمد النهيري عبد الجليل جبيرة وأسامة سكحان، وهو الأمر اللي دفع مسؤولي فريق الرجاء هذا الموسم لإعارة اللاعب سوبول لأحد فرق القسم الوطني الأول لكسب مزيد من التجربة والخبرة. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.